بس انا ممكن احط على بريك هتعلم في قناة بروفسوت. بروفسوت في فيديو جديد في القناة. ان شاء الله النهارده فيديو جديد من فيديوهات الام جو سي في والسي شارب. ان شاء الله النهارده تكملة الفيديو اللي فات، اللي هو الفيديو اللي فات كان عن شرح الافاين ترانسفورميشن في السي شارب في الام جو سي في. شرحنا بايجاز كده معانا الافاين ترانسفورميشن. اتمنى تكون انت شفت الفيديوهات اللي انا حاطط لك في الديسكريبشن في اللينكات، وحطيت لك برده فيديوهات في البلاي ليست، يا ريت تشوفها. ان شاء الله النهارده هنطبق في الام جو سي في. قلنا المره اللي فاتت احنا بنضرب كل ما في الموضوع خالص، ان احنا بنضرب الايمج بتاعتنا في كل بيكسل، الايمج بتاعتنا الكوردينيت بتاعت البيكسل ده بنضربها في ماتريكس بيطلع لنا كوردينيت ثانيه بنحطها في الايمج الجديد بتاعتنا. فاحنا مثلا هنا ايه، ارينا ارينا ايمج، عندنا اريناها بي جي ار بايت، وعملنا برضو ايمج تانية دي ريزولت، دي اللي هيطلع فيها الايمج الجديدة بتاعتنا. عملناها بس ان احنا ضربنا الايمج ويدز في 2 والايمج دوت هايت في 2، يعني خليناها ضعف حجم الايمج الاصلية اللي هي الايمج دي. نيجي هنا بقى تحت عشان ايه احنا عايزين دلوقتي ايه، الموضوع سهل يعني، مش حتى الكود مش كبير كمان. احنا دلوقتي هنا ايه، بناء عن الماتريكس اللي هتتضرب في الايمج بتاعتنا، كان اسمه ماتريكس بنديله دبل دبل عشان دي عمليات حسابيه وكده في الافاين، ما بيبقى يا اما دبل يا اما فلوت، ما بيبقاش بايت. مات بتساوي نيو ماتريكس دبل، والماتريكس دي بتاخد كائن من دبل من اري اوف اري اوف دبل او فلوت على حسب انت اللي هتديها له هنا. فانا بنقول له هنا نيو دبل، هنا بنقول له هنعمل اري 2 دايمنشن يعني اكس وواي. الصف الاول هيكون ايه، احنا قلنا هنا ان بتكون الافاين ترانسفورميشن او الماتريكس في الافاين ترانسفورميشن في الام جو سي في، خلي بالك في الام جو سي في بتختلف طبعا في بلاتفورمز ثانيه، في الماتلاب بتختلف، لكن عندنا في الافاين ترانسفورميشن الافاين 2 دي خلي بالك مش 3 دي، بتكون 2 في 3. اول يعني اول اربعه هنا اللي هي الاثنين هنا والاثنين هنا دول خاصين بحجم الايمج. يعني ايه حجم الايمج؟ ان انت تغيير تكبير الصوره، تصغير الصوره، عمل شيرنج للصوره، عمل روتيت للصوره، فاهم؟ اخر اللي هو الثالث في الصف الثالث، الصف الاول والثالث الصف الثاني اللي هم تحت بعض، دول خاصين بالترانسليشن اللي هو هتنقل الصوره دي فين في الايمج بتاعتك. فانا هنا مثلا ايه، انا قلت لك هنا ايه، احنا عايزين نعمل الصوره هنحافظ على الصوره زي ما هي، مش هنغير حاجه فيها، مش هنغير حجم. يعني احنا هنا ايه، هنضرب الاكس والواي، الواي تضرب في صفر والاكس تضرب في واحد، فهتبقى تطلع باكس. وفي نفس اللحظه برضو الاكس هتضرب في صفر والواي تضرب في واحد، فهي تطلع ايه، اكس وواحد، اكس وواي نفس القيمه. وبعد كده خلي بالك ما الرقمين دول ما بيتضربوش، لا ده بيتجمعوا في الاخر اللي هم الرقمين دول، فاسمهم عشان كده دول اسمهم البايس اللي هو بيتجمعوا في الاخر. فلو مثلا يعني احنا هنقول مثلا عايزين نحط مثلا الايمج بتاعتنا مثلا ايه في نص الريزولت، في نص يعني بحيث انها تكون مثلا ايه، خليها بس دلوقتي كده وتعالى اوريك هتطلع ازاي. تعالى كده نعمل رن. خلي بالك ان هنا بعد ما اعلنت على الماتريكس بنستدعي داله بقى هي اللي بتعمل لنا الكلام ده كله، بنقول سي في انفوك دوت وير بافاين، بنديله الايمج بتاعتنا كاول بارامتر، تاني بارامتر ده الريزولت اللي هيطلع فيها الايمج، والماتريكس اللي هتتضرب في الايمج، وبنديله حجم الصوره الخارجه. دي الايمج بتاعتنا اهي، ودي الصوره بتاعتنا. بص الصوره تحت كبيره شويه، فاهم؟ تعالى كده ايه نصغر الصوره بتاعتنا شويه. صغرناها كده شوية، طبعا في الناتج الجاي هتكون أصغر شوية فهيسهل علينا نشوف الريزولت. طب ماشي، أنا عايز أنقل مثلا الصورة بتاعتي مثلا لإيه، تكون مثلا في الربع التاني. احنا شفناها دلوقتي في الربع الأول، فاحنا عايزينها في الربع التاني. احنا مثلا إيه، عايزين ننقلها الربع التاني، يعني مثلا هيكون التغير في الإكس بس الواي هتبقى زي ما هي. فأنا هعمل إيه،
او يبقى انا هغير في قيمة البايس ده اللي هو البايس الخاص بالاكس. طب انا هغيرها بقيمة قد ايه؟ ان انا عايز احركه الربع التاني، يعني انا احرك الايمج بالايمج دوت ويدز بتاع ده. فاحنا هنقول هنا ايمج دوت ويدز، خلي بالك الريزولت ده ضعف الايمج، فبالنسبه للايمج دوت ويدز دي يعني انا هحركها نص عرض الريزولت. تعال كده ايه نشوف هيحصل ايه. هو حركها هو في الربع الثاني، بدل ما كانت في الربع الاول هنا بقت في الربع الثاني. فلو مثلا انا عايز مثلا ايه احطها في النص، فانا عايز احركها ازاي؟ انا عايز مثلا ايه، يبقى انا هحركها ربع الديستانس، يعني خليها كده ايه رس عشان انت ما تتلخبطش. دلوقتي انا دلوقتي كده انا هخليها على الاثنين عشان تطلع نفس النتيجه اللي فاتت. انا كده عايز احركها نص النص عرض نص عدد الكولمز اللي في الريزلت بتاعت عشان تبقى في الربع التاني. فانا عايز اخليها في الربع، اخليها في النص شويه. فانا دي على اربعه ودي ريس، انا هغير بقى دلوقتي في الواي، فنقول ريس دوت هايت على الأربعة. بص اشتغلت معايا اهي، حرك لي الايمج ربع المسافة بتاعت الويدز، فبقت في النص كده. في برضو كده ممكن برامجرات تديها للوربة افاين تحت في اللاب ده اللي بتعمل الشغل بتاعنا، اللي هي بتضرب الايمج في الماتريكس. في احنا بندي لها اربع برامترات اولي، في برامترات ديفولت تانية اللي هو مثلا زي الانتر كده. طبعا لو تفتكر انا قلت لك اللي هو الانتر ده الانيم اللي بيتحكم في ازاي هتكبر الصورة او صغير الصورة. فاحنا مثلا هنخليه لينير زي ما هو. في سادس بارامتر اللي هو الورب، دي انيوميليشن برضو ورب دوت في ديفولت في افيل اوتلايرز لا اي اوتلايرز في الانفرت ماب. الديفولت ده والفيل اوتلاير الاوتلايرز هي نفس القيمه، بس الانفرت ماب بتعكس الماتريكس بتاعتك اللي هنا اللي هي المات دي. يعني انت مثلا هنا لو اخترناها مثلا ايه دوت انفرت ماب كده، هو هيحرك كده مش هتبان الصوره، لا هتبان تقريبا هتبان، بس ان هو بيحركها في الاتجاه المعاكس برضه. حتى لو انت جيت كبرت الصوره في الماتريكس بتاعتنا دلوقتي، لو انت عملت عمليه تكبير لا هو هيصغرها، هو بيعكس الماتريكس، بيضربها في سالب واحد، كل قيم بيضربها في سالب واحد عشان يعكس العمليه. ساعات انت بتستخدمها ممكن ما تستخدمهاش، لو انت مش عايز تستخدمها ممكن تحطها ديفولت برضو. في البوردر ستايل، البوردر تايب ده ايه بيستخدم في البوردر تايب ده هو بيحدد قيمه البكسلات السوداء اللي ما بيكونش ليها لازمه لما بتعمل الافاين ترانسفورم، اللي هي البكسلات السوداء اللي احنا شفناها اللي هي الخلفيه بعد ما احنا طبقنا الافاين ترانسفورم. في الخلفيه السوداء اللي ظهرت دي مش مشاركه في عمليه الافاين ترانسفورم، فدي انا ممكن ادي لها قيمه بالبوردر ستايل. ايه مثلا ده انيمال باسم بوردر تايب دوت، في هنا كونستانت ده لو انت عايز تديها قيمه محدده مثلا ايه نخليها مثلا بيضة، وبمديها برضو سابع اللي هو اخر بارامتر اللي هو قيمة البتاع ده 255، قيمة البكسلات 255. لو احنا كده عملنا رن اهو، حول البكسلات اللي مش مشاركه في عمليه الافاين ترانسفورم اللي هي في الريزلت لابيض. في طبعا في غير الابيض ممكن انت يعني في قيم تانية، يعني مثلا ايه دوت في نيجاتيف 1 ان هو بيخليها كلها نيجاتيف 1. في ريفليكت اللي انت بتكرر الـ الصوره دي. تعال كده نشوفها بتبقى عامله ازاي ريفليكت.
بتعمل يعني كأنها مراية كده في كل الاتجاهات اللي هي فيها الصورة بتاعتك. اهي كأنها مراية كده. انا طبعا مش هشرح كلها، انا هشرح لك بس اهم، بس اهم حاجات فيهم. بس في اللي هو برضو الريبليكيت. الريبليكيت ده بيعمل ايه؟ الريبليكيت ده بيكرر اخر، بيكرر البيكسل على الحافة، يعني اخر بيكسل في الصورة بيكررها على نفس الخط بتاعها. تعال نشوف ازاي. احنا قلنا في الريفليكت هو بيكرر الصوره، هنا ما بيكررش الصوره، هو بيعمل بيكرر اخر بيكسل بس في اخر في الاكس او في الواي. اهو اخر بيكسل هنا مثلا ايه اللي هي هنا بيج، فخلى كل هنا بيج، هنا نفس الحكايه برضو نفس الموال في الشيء. قيمه البكسلات هنا بتتكرر بس يعني. فبس انت حابب برضو ان انت تستخدم الحاجات دي هستخدمها برضو، مفيش مشاكل. انا افضل انها تكون زي ما هي. هنستخدمها طبعا قدام في مشاريع قدام ان شاء الله، لما هنعمل مشاريع بالافلاين ترانسفورميشن هنستخدم الحاجات دي. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان احنا عايزين اللهم صل على النبي، شرحنا اللي هو الترانزليشن. دلوقتي هنشرح، احنا قلنا السكيلنج اللي هو النوع تاني تقريبا، هو السكيلينج. صفر طبعا نخليها بصفر. السكيلينج ده احنا قلنا ان احنا بنكبر الصورة، فاحنا مثلا احنا عايزين نكبرها مثلا للضعف، هنقول اتنين واتنين. هنا هنكبرها في اتجاه الاكس وهنكبرها في اتجاه الواي. تعال كده من الرام نشوف. اهو مال الريزولت كلها، بعكس مثلا اللي احنا شفناه المره اللي فاتت ان هم مالاش الريزولت كلها، هو كان في بيكسلات سودا. لا، كل البيكسلات مشاركه في عمليه الافاين ترانسفورميشن، اللي احنا ضعفنا حجم الايمج بتاعنا، عملنا عكس الداله اللي عملت فوق دي، فاحنا كاننا رجعناها تاني. ممكن برضو نكبر في اتجاه الاكس بس، فانا هنخلي الواي هنا بواحد. طبعا كل ده بيتم في 2D dimension x y. البرسبكتيف بقى اللي هو الافاين 3D ان شاء الله هنشرحه ايه في الدروس الجايه ان شاء الله. اهو عملت تغير بس في اتجاه الاكس، لكن الواي زي ما هي مفيش تغير. لو احنا جينا قارنا حطينا الصوره جنب بعض، الصورتين جنب بعض كده، يعني الواي هي نفس القيمه. فهو ده السكيلينج. طبعا انت حابب مثلا ايه؟ احنا قلنا مثلا ممكن تحط الاثنين مع بعض عادي، يعني مثلا احنا قلنا ايه السكيلينج هنا احنا كبرناها في اتجاه الاكس، نخليها مثلا تحت مثلا، بدل ما تكون فوق كده لا نخليها تحت. فنقول مثلا ايه، احنا نقول ريز دوت هايت على الاثنين، هنحركها تحت. حركها تحت اهو، بدل ما كانت فوق حركها تحت، اللي احنا زودنا في الترانسليشن خليناها تحت. نرجعها كده بقى بصفر. كده شرحنا الترانسليشن والسكيلينج. نروح بقى للشيرنج. يعني ايه شيرنج؟ الشيرنج ده هو ان يكون التغير في الاكس او الواي مع ثبات الاحداث التاني. بمعنى يعني مثلا لو انا عندي مثلا ايه، قول مثلا ايه، بيكسل مثلا هنقول مثلا ايه 3 في 2، هنضربها مثلا ايه في 1 1، واحنا قلنا هنا الصفر مثلا ايه عشان نحافظ، وقلنا مثلا هنا خليها بواحد. خلي بالك دي قيمتها بصفر، ان هو هنا احنا كنا بنتغير بس عشان نعمل سكيلينج هنا في دي وفي دي، عشان نعمل اللي هو اللي هي مصفوفة الوحدة دي.
اللي هو القطر بتاع الاربع بكسلات دول. لا احنا هنغير برضو, هنغير بقى في القطر التاني مثلا نخليه بواحد. تعال كده نضرب 3 في 1 ب 3, 2 في 2 في 1 ب 2 هتبقى 5, و 3 في 0 ب 0, و 2 1 في 2 هتبقى 5, 5 و 2. فمثلا لو هو الصورة مثلا لو هي مثلا العمود ده عامل كده فاهم, لا هيبقى عامل كده, هيبقى مايل كده. كذلك برضو الصورة بدل ما هي عاملة كده, يعني مثلا لو هي الصورة كده مستقيمة لا هتتحول تبقى عاملة كده, تبقى محذوفة ناحية الاكس شوية. تعال نشوف لو هنخليها دي بواحد, فاحنا هناخد قيم الاكس والواي في الاكس, والواي هتفضل زي ما هي هتاخد قيم الواي بس. خلي بالك وبيضرب كل بيكسل, كل كوردينيت من بيكسل بيضربها في الماتريكس دي. طبعا انت مع التطبيق بقى, مع انك تتحرك كل شويه بقى تقعد تحط في امثله وبتاع وكده, هتفهم اكتر افاين ترانسفورميشن وتثبت المعلومه عندك اكتر. هنا زي ما قلت لك هنا ايه, هنا حرك البكسلات بتاعت الاكس كده حذاها, لكن الواي زي ما هي اهي. لو تلاحظ الواي زي ما هي, ما فيش تغير في الواي, تغير بس في الاكس. كل ما الاكس بتزيد كل ما او الواي بتزيد كل ما قيمة الاكس بتبعد. مثلا ايه, مثلا لو احنا عايزين مثلا نغير انها بدل ما تكون ناحية اليمين لا تكون ناحية الشمال مثلا, فهنخليها هنا بسالب واحد. هو طلع لي الناتج هنا بقت ناحية الشمال. تعالى كده ايه نحركها كده شوية عشان تبان. كل بس اللي انا عملته ان انا ايه زودت في الترانزليشن شوية, فانا عشان تبان الصورة اكتر هنا حركتها كده شوية. طبعا اتحركها شوية كده لغاية ما تبان اكتر. ممكن انت برضو ايه تغير في اتجاه الواي, بدل ما تكون بس في اتجاه الاكس لا تكون في اتجاه الواي برضو, بان احنا ايه نخلي هنا دي صفر, دي صفر, ودي بواحد. طبعا بقى مش هعمل ان هو بيقف كده كل شوية وعقبال ما يشتغل, فانا ايه مش هعملها احسن كده. احنا شرحنا الترانزليشن والسكيلينج والشيرينج. نيجي بقى للروتيشن. الروتيشن ده بيتم ازاي؟ الروتيشن ده زي ما قلت لك هي ماتريكس بتبقى ساين في كوزاين وبتاع وكده. فبدل ما تكتب الحاجات دي كلها وكده لا, احنا عندنا داله كده جاهزه هنقول هنا cv invoke.get rotation rotation matrix 2d. هو هنا اللي بيعمل لي الماتريكس كل انا بديله, بس ان انا ايه هو بديله هنا ايه النقطة اللي انا هلف حواليها الايمج, مثلا تكون مثلا النقطة اللي في النص نقول هنا بوينت نيو بوينت اف, وعايزها كبوينت فلوت يعني اف. طب ثانية واحدة بس يا جماعة هكتب الكود وارجع تاني. عدلت بس شوية حاجات في الكود, ان انا مش هعمل ريسايز للصورة, مش محتاج اعمل ريسايز في الروتيشن. يعني في هنا ان انا الريزلت خليتها بنفس حجم الصورة, ما ضربتهاش في اتنين, خليت الماتريكس زي ما هي لانها كده كده هتتعدل يعني في الدالة اللي اسمها جيت روتيشن ماتريكس 2 دي. استدعيت السي في انفوك دوت جيت روتيشن ماتريكس 2 دي. بنقول بنديها هنا اول بارامتر اللي هو نيو بوينت او نيو بوينت اف عادي. بنقول هنا الريس دوت ويدز على الاثنين, هنا بنقول له ان اللي هي البوينت اللي هو هي الايمج هتلف حواليها, فانا عايز البوينت اللي في النص, فنقول له ويدز على الاثنين والهايت على الاثنين, ريس دوت هايت على الاثنين. فكده انا بحدد له النقطه البوينت اللي في النص. تاني بارامتر بديله الانجل اللي انا هلف بيها.
لو انت هتداله كموجة فهو هيتحرك في عكس اتجاه عقارب الساعة، لو بالسالب هيتحرك مع عقارب الساعة. تالت بارامتر معاه هو السكيل، لو انت عايز تكبر الصورة عايز تصغرها شوية. هنشوف دلوقتي ازاي نكبرها ونصغرها. بعد كده المات اللي هي الكائن اللي هو المات اللي هو هيعدل فيه عشان يطلع الماتريكس دي، نفس الحكايه برضو بعمل عليها ورب افاين فتطلع النتيجة كده ايمج اهي، ودي الريزولت لفت 45 درجة عكس عقارب الساعة. لو احنا كده مثلا ايه غيرنا السكيل شوية، خلينا مثلا ايه نصغرها شوية بحيث انها ايه تملى تبقى مع الصورة، نضربها في نص اهو، ادي النتيجة. احنا صغرنا الصورة بمقدار النص فايه فظهرت كده بالشكل ده، بدل ما كانت متقطعة كده لا احنا صغرناها جاب الصورة كلها. طبعا في في ايمج في فانكشن قصدي هنا بيلت ان برضو نفس الريسايز، في هنا ايمج دوت روتيشن ايمج دوت روتيت بتعمل نفس العملية هنا برضو بديها الانجل كده وبتاع زي الريسايز كده. اغلبية يعني الفانكشنز بتاعت الافاين ترانسفورميشن بتكون بيلت ان يعني في الامج. احنا خدنا دلوقتي طريقة من طرق تطبيق الافاين ترانسفورميشن، ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد طريقة تانية من طرق تطبيق الافاين ترانسفورميشن. هي دي الطريقه يعني ايه الطريقه القصيره بس الصعبه اللي احنا عملناها دلوقتي، ان احنا بنعلن عن الماتريكس بنفسنا وبنضربها في الايمج بتاع. دي الطريقه اللي هي القصيره بس الصعبه. ان شاء الله المره الجايه هناخد الطريقه الطويله شويه نسبيا اكتر شويه، بس الاسهل عندك ان انت بدل ما انت بتعمل ماتريكس وكده لا هو اللي بيعملها لك بنفسك، انت بس بتدي له النقطه بتاعت الايمج والنقط اللي انت عايزه الايمج تطلع بيها بس، ده اللي انت بتديه له هو بقى بيعمل الماتريكس بتاعتك بعد كده انت بتعمل بيها الورب افاين. معلش بس الفيديو طول شويه يا جماعه انا اسف. نراكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.